أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. على المدى تجدد الاحتجاجات للمطالبة بتسمية محافظ ذي قار، واعتصام الرفاعي يدخل يومه 12. على زمان وفاة قاضي محكمة صدام حسين متأثرا بفيروس كورونا. على العربي الجديد انتهاء مهلة سنجار، بغداد تتوعد والعمال الكردستاني يرفض الانسحاب. على الشرق الأوسط المناصب السيادية تعيد الجدل بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا. على القدس العربي محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا الأسبوع المقبل. وعلى الخليج الإماراتية مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم على محيط مبنى الكونغرس الأمريكي. على الرأي الأردنية بايدن يطوي صفحة العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية. من له مصلحة في استهداف الإعلام الملتزم؟ ومن يتشرف بإسكات صوت الحق؟ ومن يغيظه ويقض مضجعه الرأي الحر؟ يقينا لن يحتاج المرء إلى طول تفكير وتمعن كي يجيب على هذه الأسئلة، فما عليك سوى النظر إلى المعسكر الذي تستهدفه الرسالة الإعلامية لتعرف من هو الجاني. مثنى عبد الله يقول في صحيفة الميثاق الوطني: إنه في ظل هذا المشهد يصبح معروفا جدا من الذي استهدف قناة الرافدين وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. لتابع. لقد اختطت قناة الرافدين لنفسها فلسفة وطنية صادقة وأمينة، فرفدت التفكير الصحفي لدى صحفييها وكافة العاملين فيها بفكرة أن تكون الموثوقية والمصداقية كمعيارين أساسيين للعمل والكتابة والتحرير، فأصبحت مرآة للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والنفسية التي يعيشها العراقيون في داخل الوطن وخارجه، كما أنها بإبرازها حالة الانحطاط التي يعيشها الوطن على كل المستويات ساهمت مساهمة فعالة في دحر الأصوات السياسية المخادعة التي تتغنى بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. إن المحاولات المتكررة في إسكات صوت الإعلام الحر والنزيه سواء لقناة الرافدين أو غيرها من القنوات الشريفة الملتزمة بقضايا الوطن تكشف عورة من يقومون بهذا الفعل وعجزهم عن إثبات العكس في قنواتهم ومواقعهم التي توفرت لها الإمكانيات المادية والمعنوية، لكنها عجزت عن تحقيق حالة الإقناع لدى المواطن. فاليقين الموثوق الذي يريد المواطن الاعتصام به لا يمكن أن يجده في إعلام مرتهن للعملية السياسية الرثة ولدروبها المحشة الموحلة المليئة بالخداع وعدم المصداقية. ويبدو أن طريق الاستهداف والتشويش والاختراق للمحطات والمنصات الإعلامية الوطنية الشريفة هو الرديف لحالات الاختطاف والتعذيب والتغييب والقتل التي تمارسها نفس الجهات في العراق. ويختتم الكاتب بالقول: إنه لشرف عظيم لقناة ذات إمكانيات محدودة وكادر تعداده بسيط أن تكون عامل تهديد حقيقي لسلطة غاشمة لها حواضن دولية وإقليمية وإمكانيات كبيرة، ووسيلتها في ذلك الكلمة والصورة القادمة من أرض الوطن بعيدا عن الفبركات الإعلامية المعروفة. غالبية خلافات سياسة العراق خلافات تمثيلية أمام الشعب ووسائل الإعلام فقط، وبعض تلك الخلافات حقيقية وربما لتبادل الأدوار، وقد تكون لتخدير الجماهير التي تتابع تلك المنازعات بشغف ولهفة
بسبب بحثها عن مخرج أو مخارج حقيقية للأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن ساسة العراق يتفننون في الحديث عن الديمقراطية، وهم يعلمون جيدا أن العراق أبعد ما يكون عن النهج الديمقراطي. نطالع. هؤلاء الساسة متناحرون في أبجديات السياسة ومختلفون حتى في القضايا الجوهرية، ومنها الولاء للوطن وتقديم مصلحة الغرباء على مصلحة المواطنين. وهل تلك الأولويات لبناء الدولة أم لترميم التناحر الحزبي والشخصي؟ أو بعبارة أبسط، هل الأولوية للأحزاب أم للإنسان والوطن؟ ولا ندري كيف يمكنهم تفسير هذه الخلافات السقيمة سياسياً وأخلاقياً. لقد صدعوا رؤوسنا ببناء المؤسسات العسكرية على أسس علمية ومهنية، ثم ابتدعوا لنا الحشود الشعبية الشيعية والسنية وغيرها لينحروا مؤسسات الدولة الأمنية من الوريد إلى الوريد. وحتى الساعة لا أحد يعرف من هو القائد العسكري الذي يحكم البلاد، ومن يمتلك القدرة على تحريك القطاعات العسكرية. هل هم زعماء الحشود الشعبية أم القائد العام للقوات المسلحة؟ وبعد كل هذه الكوارث الوطنية، نجد هؤلاء الساسة يتصارعون على حصة الناس من موازنة البلاد المنهوبة، وعلى سعر برميل النفط في الموازنة، وهو سعر عالمي لا يمكن الاختلاف على تقديره بسهولة، ثم يتشاجرون على من يمتلك الحق في الحصول على الأموال من الموازنات العامة. فعلى سبيل المثال، أوقفوا قبل عدة أشهر رواتب جماعة رفحاء، وقبل أيام عادت تلك الرواتب وبأثر رجعي. الكاتب يشير إلى أن هذه الخلافات الحقيقية والمزيفة ستبقي العراق يراوح مكانه، وستستمر معها حالة الإخفاق العام في إدارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وبالنتيجة لن يتحقق للعراقيين أي حلم من أحلامهم البسيطة، وسنبقى مجرد دولة تنهشها الخلافات دون الوصول لحلول جذرية لبناء الوطن ورفاهية الإنسان. في كل مرة يثبت الفاعلون السياسيون الأقوى في العراق أن الدولة بالنسبة لهم هي مجرد مورد للاستثمارات المالية الشخصية، وما يلحقها من استثمارات مالية لتابعيهم وتابعي تابعيهم، ولا أحد يعرف طبيعة الحال أين تنتهي سلسلة التابعين هذه. إذ يقول يحيى الكبيسي أو يرى في صحيفة القدس العربي أنه مع كل قانون أو فعل سياسي مفترض تتأكد هذه الحقيقة بصورة مفضوحة، وآخر صفقات هذا الاستثمار قانون الموازنة الذي صوت البرلمان عليه. لقد انتهك القانون الذي تم التصويت عليه أحكاماً صريحة تتعلق بصلاحية مجلس النواب فيما يتعلق بالموازنة، فقد عمد مجلس النواب إلى تغيير سعر برميل النفط من 42 دولاراً إلى 45 دولاراً، وبالتالي تغيير الإيرادات المتوقعة في الموازنة من 93.1 تريليون دينار إلى 101.3 تريليون دينار، كما عمد شكلياً إلى خفض سقف الموازنة من 164.2 تريليون دينار إلى 129.9 تريليون دينار، وذلك من خلال اللعب بالأرقام. منذ البداية كان واضحاً أن الصراخ عالي الصوت حول العودة إلى سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى ما كان عليه قبل قرار البنك المركزي العراقي بتخفيضه لم يكن سوى قنبرة دخان للتغطية على المصالح المالية والسياسية التي يراد تضمينها في الموازنة. وواضح أن هذه القنبرة قد نجحت في مهمتها، وتحولت الموازنة بصيغتها الأخيرة إلى مورد للاستثمار المالي للفاعلين السياسيين. وقد كانت مضاعفة المبلغ المخصص لإعادة الإعمار والتنمية من 2 إلى 4 تريليونات دينار عراقي أحد أبرز ملامح هذا الاستثمار، كما تم تحييد دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء في موضوع بناء 1000 مدرسة بتخصيصات وصلت إلى 199 مليون دولار، ومنحها لوزارة التربية حصراً لبناء تلك المدارس رغم سجل هذه الوزارة السيء،
في هذا المجال. الكاتب يرى أن فهم هذه التعديلات لا يمكن إلا في سياق الاستثمار المالي للطبقة السياسية، فالوزارات هي اليوم إقطاعيات للفاعلين السياسيين الأقوياء، وهم المسؤولون عن ترشيح وزرائها، وهم من يديرونها فعليا لاستثمارها لمصلحتهم. وهكذا فقرات ما كان يمكن لها أن تمر لولا حصول الآخرين أيضا على حصتهم من الاستثمار في مواضع أخرى من الموازنة في سياق تخادم زبائني متواطئ عليه جماعيا. ما أن رفعت واشنطن ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب في 16 من شباط الماضي حتى انفجرت موجة عنف واسعة وجديدة في اليمن، كانت تعز ومأرب مسرحا لها مع توجيه طائرات إيرانية مسيرة في حوزة الحوثيين لضربات أهداف سعودية متتالية. محمود الرماوي يرى في صحيفة العربي الجديد أن التسرع الأمريكي في رفع ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب ألهب الوضع في اليمن. نتابع. اتسم سلوك الحوثيين منذ ذاك بالتصعيد، وعكس طريقة إيرانية تنحو إلى المسارعة باستثمار الفرص أو ما تعتبرها فرصاً سياسية وعسكرية لتحقيق أكبر مكاسب في أقصر وقت ممكن. هكذا تمت قراءة القرار الأمريكي إيرانياً ولدى الأتباع الحوثيين، باعتباره يحمل اعترافاً بهؤلاء وينطوي على اعتراف بجملة الأمر الواقع القائم، فإذا ما قرئ هذا القرار معطوفاً على مواقف للإدارة الديمقراطية تكشف العزم على إنهاء الحرب في اليمن، وتومئ إلى فجوات في تقدير الموقف بين واشنطن والرياض، فقد حمل ذلك طهران وأدواتها في اليمن على الجنوح إلى التصعيد وطرح شروط سياسية على أي مفاوضات مزمعة مستقبلاً. وبالنظر إلى مسار التطورات خلال الأسابيع الستة الماضية وما اتسمت به من تصعيد حوثي ورفض للعودة إلى المفاوضات، يتبين أن التسرع كان سمة القرار الأمريكي حيال جماعة لا تتورع عن التنكيل بالمدنيين بمختلف الأشكال. لقد كان في وسع الإدارة الديمقراطية إعلان التزامها بالوعود الانتخابية برفع الجماعة عن قائمة الإرهاب، مع التوضيح أن ترجمة هذا الالتزام مشروطة بعودة الحوثيين إلى المفاوضات والإفراج عن المعتقلين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غير ذلك من ضمانات تجعل رفع الجماعة من قائمة الإرهاب مشروطاً بتغير سلوك الانقلابيين وتغيير رؤيتهم للحل. الكاتب يرى أنه بدلاً من اعتماد هذه المقاربة التي تجعل القرار الأمريكي ذي وظيفة واضحة وإلزامية بإضفاء عناصر الصراع تدريجياً، فقد سلكت إدارة بايدن سلوك من يبادر إلى تقديم هدية مجانية قبل الخوض في أي شيء يتعلق بالصراع في اليمن، وهو ما انعكس تصلباً في المواقف الإيرانية تجاه العودة المزمعة إلى الاتفاق النووي. رغم أنها تعرف جيداً أنها لن تتمكن في نهاية الأمر من استئصال سرطان الفساد السياسي الذي ينخر في لبنان ويضرب عميقاً في آخر مفاصل الدولة اللبنانية، فإن الإدارة الفرنسية تواصل الدفع في اتجاه انتشال هذا البلد من الغرق والدمار. راجح الخوري يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تشديد الضغوط على عدد من المسؤولين اللبنانيين لن تؤدي حتماً إلى أي نتيجة على ما يبدو. هذه ليست المرة الأولى التي توجه التهديدات إلى المسؤولين اللبنانيين بفرض عقوبات قاسية عليهم، ولكن ما همهم من العقوبات في حين ينام كثير منهم على المليارات والملايين؟ وهذه المليارات ليست بالضرورة في خزائن ولا في مصارف يمكن دفعها إلى تنفيذ العقوبات، وعملياً لقد قيل الكثير حتى الآن، ولكن ليس هناك من يريد أن يستمع أو يتحمل المسؤولية،
ففي 20 من كانون الأول 2019، أي بعد شهرين من اندلاع ثورة 17 أكتوبر، وجهت فرنسا والدول الأوروبية والولايات المتحدة أعنف إنذار ضد المسؤولين والطبقة السياسية اللبنانية، وسمتهم مجموعة من الفاسدين والسارقين. فماذا كانت النتيجة؟ لا شيء على الإطلاق. فالرئيس ميشيل عون الذي وصل إلى بعبدة قارعاً طبول محاربة شرسة للفساد عبر شعارات الإصلاح والتغيير، لم يتردد في القول لمجلة باري ماتش في أغسطس آب الماضي إن الطبقة السياسية في لبنان هي التي تحمي الفاسدين لأنها تستفيد من ذلك بطريقة مباشرة. وها هو حسان دياب رئيس الحكومة التكنوسياسية المستقيلة يقول لنا قبل أشهر إن الفساد أكبر من الدولة، ولكن الأصح طبقاً لرأي عون إن الفساد هو الدولة بعينها، على الأقل لأن السياسيين هم حماة الفساد. أوليس هذا معنى الكلام؟ ويختتم الكاتب بالقول إنه لا معنى إطلاقاً لحديث لودريان قبل يومين عن تجديد الضغوط من أجل تشكيل حكومة جديدة، فقد شبع اللبنانيون تلويحاً فرنسياً وأوروبياً وأمريكياً بفرض عقوبات على الفاسدين السياسيين. فماذا كانت النتيجة؟ لا شيء يذكر. من بين أهم انعكاسات نشر قوائم المرشحين لخوض الانتخابات في الضفة وغزة هو التحسب الذي علت وتيرته لدى السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وإضعاف ثقته بأن الهدف الذي وضعه لنفسه وملخصه الاستمرار في الحكم يمكن أن يتحقق. علي صادق يرى في صحيفة العرب اللندنية إن لهذا التحسب ما يبرره، على اعتبار أن القوائم الثلاث المنافسة التي يأمل الرجل في حصولها على عدد أقل من المقاعد هي قوائم حماس والتيار الإصلاحي الفتحوي والتجمع الوطني الديمقراطي. نطالع. لعل السبب الجوهري لهذا التحسب المشوب بالقلق العميق هو أن كلا من قائمتي حماس والتيار الإصلاحي تمثلان كتلة صلبة منظمة ومنضبطة ولها خطتها المحكمة في التواصل مع الناخبين، ولم تحدث الارتجاعات الاحتجاجية الحادة على المستويين التنظيمي والمناطقي إلا بخصوص قائمة رئيس السلطة محمود عباس التي أثار نشرها ردود أفعال غاضبة من كوادر الحركة تخللتها حوادث إطلاق نار وانسحابات وتجميد النشاط، وكان سبب ذلك هو الاستثناءات التي منحت لمسؤولين جرى التشكيك في تلبيتهم شروط الترشح سواء بالاستقالات الفعلية أو بالجدارة في ضوء التجارب الماضية. أقل ما يمكن توقعه بعد هذا الصخب أن نتائج العملية الانتخابية بالنسبة إلى فتح ستكون متواضعة، وهذا هو الذي جعل قيادات الحركة الراهنة تجدد الحديث عن تشكيل حكومة مع حماس، لأن الأمر الأهم بالنسبة إليها هو استمرار وجود الحركة في السلطة ولو من خلال حكومة ائتلافية مع حماس، على أن تكون الأرجحية لمن يمتلك عناصر أكثر على مستوى الاعتراف الدولي والإمكانيات والمساحة الجغرافية. معنى ذلك أن هذه الانتخابات انتقلت من وضعية الإلزام الذي يفرض شروطه ويستوجب بعض الضرورات التجميلية لسلوك رأس النظام وممارساته إلى وضعية المأزق بجريرة العناد والصمم اللذين زادا حركة فتح تشظياً. الكاتب يشير إلى أنه في هذا الخضم الفلسطيني المسكون بالقلق والتشتت لا يزال الفلسطينيون يبحثون عن الطمأنينة التي توفرها عملية انتخابية ديمقراطية تفرض نتائجها أو تفرض نتائجها من خلال واقع جديد لا يتاح لأي طرف الانقلاب عليه، أو فرض أمر واقع آخر يعيد إنتاج كل المآسي التي عانى منها الشعب الفلسطيني خلال السنوات العشر الماضية. ابتكر باحثون من جامعة كوين ماري في لندن طريقة يمكن من خلالها جمع الحمض النووي للأشخاص من خلال تحليل هواء الغرفة الموجودين فيها. وعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المجرمين يشتبه بمروره عبر مسرح جريمة، فإن تحليل الهواء يمكن أن يكشف عن حمضه النووي ومن ثم هويته.
ويقول الباحثون إن الهواء الذي يتم امتصاصه من الغرفة وضخه من خلال مرشح فائق الدقة يحوي الحمض النووي الذي يصدره جسم الشخص، والذي يسمى الحمض النووي البيئي ADNA. وقالت الدكتورة إليزابيث كلير كبيرة الباحثين عن هذه الدراسة إنها تفتح بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام حول كيفية استخدام التكنولوجيا في الطب الشرعي أو علم الآثار. ويرى باحثون أنه باستخدام هذا الأسلوب قد يتمكنون من أخذ عينات من الحمض النووي للميمياوات عبر جمع الهواء الموجود في المدافن الأثرية. الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. في ختام صدى الأقلام نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.